يا لو نفهم زيهم، لما ربنا بيبتليك بمصيبة بيبقى ماذا يريد منك؟ يريد ان انت ترجع له بس، يريد ان انت تفوق بس، يريد ان انت تتوب بس. قلنا ده، طب افرض حالة تانية. خلاص احنا قلنا ده لو واحد ايه، لا انبياء، او لو واحد قريب من الانبياء زي مثلا صحابة، زي الناس العالي قوي. في العادة بيكون البلاء للشخص ده دوت علشان تترفع درجاته وعشان الناس تتعلم ايه، تتعلم منه. وده طبعا بيبقى حال نادر قوي. اللي بعد كده الايه الاشهر اللي هو اللي بعد كده، واحد مخلط شوية يعني، شخص كويس لكن عنده ذنوب يعني، وربنا يريد به الخير فيحبه، بس يريد ان هو ينقيه من الايه، من الذنوب دي، حتى يقبل عليه نقيا وليه منزل عنده في الجنة عايز يحطه فيها، يضعه فيها، فيبتليه. فالعبد ده يجاوب صح، يجاوب صح، يجاوب صح. فكل ما يبتليه، طبعا هنا لما بتكلم على البلاء انا بتكلم على ايه، اللي هو الاشبه بالمصيبه يعني. الدنيا بدات توضح معانا، كلامي في الغالب على ايه، على المصيبه يعني. فيبتليه فيكفر عنه، يبتليه يكفر عنه لغايه ما ينضف خالص، يقبضه سبحانه وتعالى. او يكون زي ما قلنا الشخص ده مثلا واحد ممكن يتفسر نفس تكفير السيئات، واحد مقبل على الله سبحانه وتعالى، لسه كان معرض امبارح، النهارده اقبل الى الله سبحانه وتعالى. اول ما يقبل الى الابتلاءات نزلت عليه، الله طب ليه بس، ما انا كنت كويس. ايوه، ما انت جاي سواد خالص وعملك لسه يسير. فربنا بيبتليه، ممكن يكون لسببين، تكفير سيئات، مش هيبقى فيه رفع درجات بقى، ما فيش درجات لسه، هو السيئات كتير قوي، تكفير سيئات وامتحان ثبات. انت جاي صادق ولا كاذب، عايز فعلا ربنا ولا في مصلحة؟ طب تعالى فيبتلي، ثبت يبقى انت تمام، وقع يبقى انت كذاب من الاول، انت مش ايه، انت غير صادق في طلب الطريق. لو انت صادق كنت تحملت في سبيل ذلك اي ابتلاء يصيبك، فممكن يكون تكفير سيئات مع في نفس الوقت يكون ايه، امتحان. لكن شخص بقى ليه الصورة الايه التالتة، معرض بقى، وهو معرض ابتلي، هو ايه معرض خالص ابتلي، ربنا اصابه مصيبة، هنا بقى تحتمل بقى. ممكن تكون طبعا هنا مش هتكون يعني مش هتحتمل رفع درجات ولا هتحتمل تكفير سيئات، انه اصلا معرض. طب ممكن تكون ايه، تذكرة، عتاب، عقاب، ربنا بيعاتبه، بيذكره بيه، بيعاقبه. تحتمل الايه، الاحتمالات دي. طب ممكن افسرها ازاي؟ دي بقى تتفسر لما تعرف ايه اللي حصل بعد ما الشخص ده ابتلي. واحد كان معرض عن ربنا، ربنا ابتلاه في ولد، في بقى، في مال، في بتاع، فاول ما ابتلي الابتلاء ده تاب الى الله سبحانه وتعالى، عاد اليه. يبقى واضح قوي البلاء ده كان ايه، خير لي، كان تذكره، كان موعظه، كان عتاب، كان رساله، ارجع الي. زي مين؟ زي اصحاب الجنه. ربنا ابتلاهم ابتلاء شديد، كل فلوسهم اتحرقت اول فلما راوها. بس بص الناس عاملين ازاي، ناس كده، ايه ده، ايه السرعه دي، ايه الفهم ده، يا ريت نفهم رساله ربنا زي الناس دي، يا ريت نفهم لما تبقى معرض وذنوبك كتير وربنا يسيبك بمصيبه، ما تفسرهاش تفسير دنيوي، ما تقولش زي المشركين، وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. يا سلام، هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. ده قوم يونس لما بس شافوا العذاب فهموا على طول. فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا. العذاب كان جاي جاي، تابوا قبل ما يوصل، كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. والتانيين يقولوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. ما تفسرش المصايب اللي بتحصل لك تفسير دنيوي، أنا إيدي اتكسرت ليه عشان وقعت يعني، ماشي ما احنا عارفين يعني في وراء ذلك بقى يعني، يعني حاول تكون أذكى من كده شوية، لازم تدخل ما وراء ذلك، مين اللي وقعك؟ واحد صاحبي، لازم نوصل في الآخر لربنا، هو الذي فعل ذلك. اسأل نفسك ليه ربنا عمل فيا كده؟ ولازم تجاوب. الناس لما شافوا الجنة اتحرقت كلها، فلما رأوها جاوبوا على طول، قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين.
ما فسروش بقى اصل في سيجاره وقعت في الجنينه والواد بتاع نزل دخل هنا عمل شويه ذره. ايه الناس دخلوا على الصح، مش مهم اتحرقت ليه، بس احنا عارفين اتحرقت ليه، مش عشان فلان عمل ذره في بتاع ولا فلان رمى سيجاره، كل دي اسباب، ومين اللي سببها؟ ربنا. وليه سببها؟ عشان احنا ضالين. خلص وجيب من الاخر، انا لضالون بل نحن محرومون. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا طاغين إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قال يا ولنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها لما نتوب إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر. يبقى لازم تفهم، يا لو نفهم زيهم، لما ربنا بيبتليك بمصيبة بيبقى ماذا يريد منك؟ يريد أن أنت ترجع له بس، يريد أن أنت تفوق بس، يريد أن أنت تتوب بس. لو ما فهمتش وأعرضت واستمريت يبقى البلاء ده كان عقوبة ليك وستستمر العقوبة. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، يفضل البلاء ملازمك عشان أنت مش عايز ترجع. طب بقى لو أعرضت خالص بقى وابتليت مرة واثنين وثلاثة وما فيش، يحصل لك أسوأ مرحلة. إيه أسوأ مرحلة؟ يوقف يتوقف المصائب تماما وتتقلب نعم. تقول ده كويس وكده ربنا راضي عني، لا، اعرف ان انت خلاص بتخلص، دي اخر مرحلة ليك وربنا هيقبضك على سوء خاتمة على طول. هي دي القاعدة. طالما ابتلي مرة واثنين وثلاثة قلت لك كذا مرة وما فيش، هتلاقي كل البلاء وقف وتقلب ايه؟ نعم. قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال بعض السلف كلما احدثوا ذنب احدث لهم نعمة، ولقد اخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء كل شيء كل شر اتقلب خير، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رعين. فالحق يفهم رسالة ربنا ليك قبل ما يحصل لك مصيبة.